فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول اذا دخل وقت الصلاة وانا في بلد ثم خرجت من هذا هل اقصر فضيلة الشيخ؟ لا اذا دخلت الصلاة وانت في البلد فإنك تصليها تامة لأنها وجبت عليك تامة فتصليها تامة ولو أديتها في السفر فإنك تصليها تامه لانها وجبت عليك في البلد تامه نعم